قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إنه بحث مع نظيره المجري الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكد عبد العاطي على الموقف المصري الداعي لوقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بطبيعة الحال الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية كانت على رأس هذه الملفات التي تم تناولها، وتم التأكيد على الأولوية القصوى لوقف الفوري للعدوان ولإطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة، وهو ما أكده الجانب المصري، سرعة التوصل إلى صفقة لتقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وأيضا تضمن النفاذ الكامل وغير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالينا في قطاع غزة.